هاي بنات، ازيكم؟ فيديو النهاردة هيكون سلسلة فيديوهات هعملها عن الفاونديشنز. هجرب كل الفاونديشنز اللي انا استعملتها، او لو في فاونديشن جديد نزل وهنقعد بيه طول اليوم. بس هقعد بيه طول اليوم، انا حابة كمان ان انا اكون مجرباه قبل ما اعمل لكم الفيديو اصلا باسبوع مثلا، بحيث ان انا في ساعات كتير ان انتي بتجربي الفاونديشن مثلا في يوم تبقى مثلا بشرتك جافة قوي او مقشرة قوي او مش حلوة، فتحسي ان الفاونديشن مش حلوة بتاعتي، جربيه في يوم تاني مثلا عملتي سكراب او حاجة، فتيجي تجربيه تلاقي ان هو بقى حلو جدا وان هو كان حلو، فبيختلف وجهة نظرك تماما. ساعات كتير بنكون بنكره مثلا فاونديشن ونيجي نغير الطريقه او التكنيك، او مثلا كنا بندمجه بالاسبونج بقينا بندمجه بالفرشه، فالتكنيك لما بيتغير ممكن يغير ان انت الفاونديشن يظبط عليكي. فانا حابه اجربه خلال الاسبوع، بس ان انا اقدر اكون عنه راي يعني مفصل، يكون شامل كل حاجة، ازاي تدمجيه بالفرشة ولا بالسبونج، احلى الاتنين نفس الحاجة، التغطية في السبونج اعلى ولا في البراش، بيقعد قد ايه، بيقعد خلال اليوم قد ايه، في ايام انا ممكن اقعد فيها في البيت فما يدي ما يبقاش يبقى حلو مثلا في البيت، في ايام تانية ممكن اخرج بيها لو خرجت بيها في الحر والعرق والكلام ده يتأثر الفاونديشن تماما ويبقى مش حلو. فبرضو ده مش هتعرفيه في يوم، ده ممكن تعرفيه على مقدار كذا يوم، مرة تخرجي بيه، مرة تقعدي بيه في البيت، مرة تقعدي بيه في جو حر قوي، مرة في جو يبقى نص نص، مرة مفيش رطوبة، مرة في رطوبة، وهكذا. يعني مش عايزة اطول في الانترو، بليز قبل ما ابدأ اعملوا لايك للفيديو ده، اعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي هتيجي ان شاء الله، واعملوا لي كمان فولو على انستجرام، ويلا نبدأ الفيديو. انا هعمل دي سلسله هتكون كامله، هحطها في بلاي ليست لوحدها، ممكن اسميها مثلا سلسله الفاونديشن او وير تيست، ونجرب بيها كل الفاونديشنز اللي نازله جديد، او الفاونديشن اللي انا هجيبها، او الفاونديشن اللي انا جربتها وعجبتني مثلا وعايزه اقول لكم عليها، او اللي ما عجبتنيش برده عايزه اقول لكم خلي بالكم من كذا او بتاع. فابدا بالفاونديشن ده اللي هو ويتن وايلد فوتو فوكس، بس الستيك فاونديشن الدرجه اللي معايا دي درجه سوفت بيج، دي اقرب درجه انا لقيتها ليا. هو الفاونديشن ده نازل بقاله كتير، مش فاونديشن جديد يعني، بس اللي عجبني فيه ان هو ستيك، انا بحب الستيك فاونديشن، بحسهم اسهل يعني في الدم. وجربت انا قبل كده اللي هو الفوتو فوكس السائل بتاعه، برضو هسيب لكم، كنت عامله عنه ريفيو في، بس ما كانش وير تيست، كنت عامله عنه ريفيو هو في كذا فاونديشن تاني، هسيب لكم لينك الفيديو تحت لو حابين تشوفوه. كان هو 14 فاونديشن تانيين كنت بقارن بينهم كده، فيديو قديم يعني من اول ما نزلت فيديوهات على القناه، هسيب لكم لينك الفيديو تحت لو حابين تشوفوه. يعتبر اكتر للبشره الجافه والمختلطه والعاديه، انا جربته خلال اسبوع كامل وهوريكم بيه النهارده ان احنا هنحطه ونخرج بيه اليوم كله. النهارده انا خارجه وهطول يعني، شكله عامل ازاي على الوش، هعمل لكم ابديتس وانا بره. الفاونديشن ده نازل منه 16 شيد، ده اللي نازل حسب الموقع يعني، موقع ويتن وايلد، بس اللي نازل في الميدل ايست هنا مش كتير خالص، الشيد بتاعته تعتبر صغيره، زي برده السائل هو برده الشيد بتاعته مش كتيره، بس الشيد اللي منزلينها تعتبر حلوه يعني. ناس كتير ممكن تلاقي الشيدز المناسبه ليها، برضو حته ان هو ايه، ان هو نازل منه 6 بس هنا مش حاجه حلوه يعني، 6 الوان بس. عموما هي اغلب فاونديشنز بتاعت الدراج ستور يعني، اسنس ويتن وايلد الليكويد العادي وكاتريس والحاجات دي كلها دايما بينزل منهم مثلا 5 6 الوان وخلاص، وانتي بقى اتصرفي يعني. بس عموما دي حاجه مش حلوه يعني، عشان كده دايما الهاي اند بيبقى احسن ان انتي تلاقي درجتك مظبوطه يعني. وانا اخترت الفاونديشن ده لان هو سعره في حدود ال 200 جنيه، فسعره مناسب، والماركه موجوده في مصر، تجيبوها من اي حته، موجوده على سوق، موجوده على جوميا، موجوده في المحلات، اعتقد موجوده في مزايا برضو، ففي حتت كتير عندها ويتن وايلد، في كمان محلات الميك اب عندها ويتن وايلد، فتقدروا ان انتوا تلاقوها بسهوله. عشان كده انا عملت عنها، سعرها رخيص متوفره، حط بس برايمر مرطب اللي هو ده من سماش بوكس، مجرد مرطب بس للوش، مش هيبقى يعني لا بيقفل مسام ولا بيعمل اي حاجة خالص للوش. حاجة في الفاونديشن هي دي الكمية اللي بتيجي فيه،
دي بس الكمية خلاص ده على اخره، وانا مستخدمة كذا مرة برضو، بس يعني يعتبر مش اخدها كتير، يعني اسبوع بس هو اللي استخدمته فيه. الكمية كويسة بالنسبة للسعر، والوزن بتاعه 12 جرام. واول حاجة مش حلوة في الفاونديشن ده ان هو ليه ريحة. انا معرفش ليه دايما الفاونديشنز بتاع ويت ان وايلد بيبقى لهم ريحة كده عجيبة، ريحته مش حلوة خالص، عاملة زي ما تكون مش عارفة عاملة زي ايه، بس مش حلوة، هي مش حلوة. بس هي اول لما بتحطيه بيبقى واضحة الريحة، وبتبقى يعني بالنسبة لي انا بتبقى باينة قوي وشماها، بس تقعدي بيه مثلا نص ساعة كده هتلاقي خلاص الريحة راحت ومفيش اي ريحة خالص. تمام، هنبتدي بقى نحطه. بصوا الدرجة شوية فاتحة، انا مش هحط برايمر مسام ولا اي حاجة عشان برضو تشوفوا الفاونديشن هيبقى عامل ازاي. بالنسبة للناس اللي عندها مسام في وشها كتير، انا ما عنديش كتير يعني في وشي مسام، بس مش عايزة برايمر يقفل المسام وانا ما بقاش شايفة والفاونديشن ده مش بيبين المسام وكده، وهو يطلع بيبين وانا اللي كنت حاطة برايمر بيقفل المسام يعني. فخلينا من غير اي برايمر خالص، فهدمج بالفرشة، هدمج نصه بالفرشة وهدمج نصه بالاسبونج. بس انا لما جربته كان بالفرشة احلى كتير، اسبونج بحسها ان هي بتدمج صعب قوي، دي وقت علشان الفاونديشن يندمج، وبتحسي انك بتخبطي كده علشان الفاونديشن يندمج، وبحس ان هي بتاخد من التغطية اللي هو اصلا تغطيته لايت جدا. ممكن تحطي طبقتين وتبقى ميديم، بس هتبقى ميديم بالعافية يعني. بصوا البلندبيلتي، طبعا هو طالع ابيض قوي على الكاميرا، بس احنا هنظبط اللون ده يعني. بس في الحقيقه صدقوني ما بيبقاش ابيض كده، بيبقى كويس يعني. ممكن اوريلكوا حته بالسبونج ده، مع ان هو مش حلو الصراحه بالسبونج، ما بتتمجيه بالسبونج بيبقى مش حلو. تدمج الحته دي، تحسي ان انت بتضغطي جامد فبتمسحي وانت بتضغطي فبيقل التغطيه اكتر، مش حلو. فالاحسن البرش. انا ايه ده، انا شبح خالص. بصوا هنا شايفين الحته دي، بس هي دي اللي انا دمجتها بالسبونج تقريبا راح، عشان كده بقول لكم ادمجوه بالفرشه احسن كتير، مش هينفع مع سبونج ده خالص. بصوا هنا انا عندي حاجات دارك سبوتس لسه باينه اهي، ما غطاهاش، وهنا برضو في شويه احمرار، وهنا برضو ده مش ما غطاهوش ومش هيغطيه برضو بالطبقه التانية، يعني الدارك سبوتس مش هتتغطى، هتفضل موجوده لو انا برضو حطيت طبقه تانية. ممكن اجرب لكم برضو احط هنا عليها، بس سوري هنا، وممكن احط هنا برضو. ممكن بقى لو انتي حابة تستخدمي الفاونديشن وعايزة عندك دارك سبوتس وعايزة تداريها تستخدمي الكونسيلر. شايفين برضو ما اتدرتش هنا، هي باينة برضو مش هيداريها يعني. من الاخر لو عندك مشاكل في بشرتك جامده يبقى مش ده الفاونديشن اللي هيداريها. الفاونديشن ده عشان انا مجربه قبل كده، فبالنسبه لموضوع المسام هو مش حلو خالص للناس اللي عندها مسامات جامده في وشها، يعني الناس اللي بشرتها دهنيه او مختلطه وعندك مسامات هنا جامده، بلاش خالص الفاونديشن ده، يا اما تحطي تحته برايمر قوي للمسامات. انا جربته مره بالبرايمر بتاع سماش بوكس، كان احلى كتير بتاع المسامات يعني. لكن بقى لو انت بعد ما خلصتي عايزه يعني الدمج يبقى شكله احلى والفاونديشن يبقى شكله فلولس اكتر، تدمجي بالفرشه. بس انا بحس الفرشه، بصوا
بتعمل زي سوري الاسبونج، بتعمل زي بقع كده اللي هو بتشيله خالص من مكانه، مش حلو بالاسبونج. خليكي احسن في البرش، هتبقى حلوة وهتدمجه كويس، مش محتاجة بعدها ان انتي تعيدي بالاسبونج. ده لازم يتثبت بباودر لانه هو ستيكي قوي، يعني انا لو عملت كده قوي هيروح صوابعي اهي طلع على ايدي، فلازم ان انتي تثبتيه باودر، مش هينفع تحطيه كده وتنزلي بيه. عشان كده بقول ان هو مش مناسب خالص للبشرة الدهنية ولا البشرة اللي فيها مسامات، لان هي هتشربه. دول الحبة اللي انا استخدمتهم منه على مدار الاسبوع يعني، ف حلو. اروح بقى اكمل وشي واعمل كل حاجة وارجع لكم تاني باك. بس خلصت كل حاجة، الفاونديشن نفسه البلندبيلتي بتاعته حلوة، يعني هو بيندمج بسهولة بالفرشة، والحاجة بتندمج عليه بسهولة، يعني البرونزر مش بيبقع، البلاشر، الحاجة كلها بتندمج عليه بسهولة، فدي برضو ميزة. بالنسبة للحاجات اللي انا شايفاها مش حلوة في الفاونديشن، ان هو ما ينفعش البشرة تكون جافة جدا، يعني لو بشرة جافة جدا جدا وفيها قشور، لا هو يعني هيلقط القشور اللي في وشك ويبينها اكتر، وبينها بشكل وحش مش هيندمج معاها. بالنسبة للبشرة اللي فيها مسامات برضو ما ينفعش. بالنسبة للناس اللي عندها خطوط في وشها، هنا لو عندك خطوط زهرة، لو عندك خطوط حوالين عينك هيبينها برضو. او حطي كونسيلر، ما تجيبيهوش ناحية الحتة دي خالص، ما تستخدميهوش حوالين عينيكي. برضو هنا وفي خطوط القورة او الجبهة بيبقى برضو ستلد وباين قوي وبيبينها بزيادة، فبرضو شايفة ان انت تبعدي عنه تماما لو انت عندك الحاجات دي. هتلاقوا ان هو بيدخل في الخطوط، هتلاقوا ان هو بيبين قوي، يعني المفروض ان دلوقتي لسه حاطة الفاونديشن ما بقالوش يعني نص ساعة على وشي، فالمفروض ان هو كل ما الفاونديشن يقعد اكتر كل ما يبقى احلى، كل ما يبقى بلندد اكتر مع السكين وكده. بس ده مش بيحصل مع ده كل ما بيقعد كل ما يبقى شكله اوحش، او بيبان ان انت حاطه شكله كيكي كده. الاحسن ان انت ما تقعديش بيه فتره طويله، يعني هو مثلا اخره 6 ساعات او 4 ساعات وكفايه قوي كده، لو انت خارجه خروجه سريعه وعايزه حاجه توحد لون بشرتك. انما طبعا هو فاونديشن مش مناسبات خالص، ما ينفعش تروحي بيه مناسبات، بالرغم ان هو بيطلع في الصور تحفه جدا. انا هوريكم صوره انا صورتها دلوقتي، بيطلع في صور حلو جدا، صور بيطلع حلو جدا، وكل الحاجات اللي انا بتكلم عنها دي بيطلع عامل فلتر على الوش ولا كانك حاطه حاجه خالص. اكمل بقيه لبسي واوريكم بقى خلال اليوم بيبقى شكله عامل ازاي. دلوقتي الساعه 1:30، هروح بقى انزل واوريكم خلال اليوم بيبقى عامل ازاي. ممكن اعمل ابديت بعد 4 ساعات، وبعدين بعد 8، وبعدين بقى لما اجي اروح خالص اقول لكم رايي في النهائي ونقفل. حاجه كمان انا استخدمت بعد ما حطيت الفاونديشن والباودر وكل حاجه، استخدمت الفيكسنج سبراي ده من اسنس اللي هو اسمه كيب ات بيرفكت، ده حبيت اقوله في الفيديو برده، انا هكتبه لكم كل الحاجات في الديسكربشن بوكس. بس حابه اقول ده لان الفيكسنج سبراي بيخلي كل حاجه بلندد مع بعض يعني، وبيخلي المفروض ان الشكل الوشي بقى احلى، فانا برده استخدمت ده. بس هو مش سيتنج سبراي، يعني مش هيطول من مده ان الفاونديشن يقعد فترة اطول على وشي، هو بس مجرد فيكسنج سبراي، هيصلح، هيشيل لو في بودر زيادة، هيشيل لو في جفاف، هيرطب البشرة اكتر كده يعني. فحبيت برضو اقول لكم ان انا استخدمته. يبقى انا كده استخدمت البرايمر المرطب، واستخدمت برضو فيكسنج سبراي، فدول استخدمتهم مع الفاونديشن ده، وغالبا ان شاء الله هبقى اثبتهم في كل الفيديوز ان انا استخدم برايمر مرطب واستخدم فيكسنج سبراي. ده اول ابديت، ده اول ما حطيت الفاونديشن بعد نص ساعة. بس حابة اوريكم شكله في الشمس، انا واقفة قدام الشمس، فحابة اوريكم شكله في الشمس، بيطلع حلو. بصوا من حوالين الفم هنا شوية، من هنا دي ناشفة مع اني حطيت مرطبين، بس من هنا مفيش حاجة، ومن هنا من حوالين الدقن برضو هنا كده مفيش حاجة، يطلع بسهولة يعني. لو انا جبت منديل وعملته كده هتلاقوه طلع على طول. فأي حاجة لو انت عملتي ايدك كده كتير، مع اني مثبتة باودر، بس لو انت عملتي ايدك كده كتير، او لو انت طبعا هنلبس الكمامة دلوقتي فبرضه هيطلع فيها. الفاونديشن كمان باين ان هو هيفي على السكن، يعني باين ان انا حاطة فاونديشن، لو تلاحظوا من هنا باين ان انا حاطة فاونديشن، يعني ان ده مش بشرتي الطبيعية يعني.
فدي حاجة برضو مش حلوة فيه، لان هو المفروض ان هو فاونديشن لايت كفر، حاسة بيه ان هو تقيل يعني او هيفي على بشرتي، بس حاسة ان هو كيكي زي الفاونديشنز اللي بتبقى الهاي الفول كفرج. فدي برضو حاجة مش حلوة فيه، ان هو المفروض يبقى لايت كفرج، يبقى خفيف على البشرة ويبقى بلندد قوي مع البشرة، مش يبقى عامل زي الفاونديشن الفول كفرج لما بيجوا يتحط على البشره يبقى باين قوي ان انت حاطه فاونديشن، ويبقى الشكل كيكي ومش حلو وكده. ودي الحاجه اللي احنا ما بنحبهاش كلنا في الفاونديشن الفول كفرج. فهو لايت كفرج وبيعمل نفس الحركه بتاعه الفاونديشنز الفول كده. انا بقالي 4 ساعات حاطه الفاونديشن، من هنا شكله مش عاجبني، من هنا شكله مش حلو، باين ان انا حاطه فاونديشن، ومن هنا برضو شكله مش حلو. بس بالنسبه للبورز، بورز كتير اصلا، بس هو مش مبين حاجه يعني زي اي فاونديشن تاني. بس هي من هنا مش حلو قوي، من هنا مش حلو، بس لسه زي ما هو، زي ما انا حطيته بالظبط لسه ثابت مكانه زي ما هو، ودي حاجه كويسه برضه. هكمل بقى بيه بقيه اليوم واوريك. الساعه دلوقتي 9:30، انا كده بقى لي بيه 4 ساعات ونص كمان. اول ابديت كان الساعه 5، كنت انا حاطاه تقريبا الساعه 1، فاربع ساعات واربع ساعات كده 8 ساعات بقاله على وشي الفاونديشن. بصوا من هنا فظيعة بصراحة، مش حلو خالص، مش عارفة انتوا شايفين الحاجات دي ولا لأ، بس شكله مش حلو. ومن هنا برضو بين الحواجب، بس هنا اكتر، انا مش حابة من هنا خالص، الحتة دي مش حلوة خالص. وطبعا اتمسح منه كتير، ما عادش باين اوي يعني، هنا كل الحاجات اللي في وشي باينة اهي. برضو بسبب ان الكمامة يعني بتاخد برضو من الفاونديشن كتير، يعني الكمامة برضو عليها عامل يعني. بس انت لو عملتي كده، لو انت من الناس اللي بتحب تحط ايديها كده دايما، هتلاقي بيطلع على طول يعني. عيني مثبتة البودر كويس يعني، بس برضو بيطلع يعني، هو من غير البودر خالص ما ينفعش، هو لازم تثبت ببودر. اخر ابديت بقى عشان هموت واغير خلاص. الساعة دلوقتي 12:15، وانا حاطة الفاونديشن من الساعة 1 يعني تقريبا بال10 ساعات تقريبا. من هنا بقى شكله يعني فظيع، بقى كارثي من هنا، مقشر جدا من هنا، ومن هنا برضو راح، وهنا برضو مش حلو. وهو تخطيطه خفيفة جدا يعني، بصوا هتلاقوا هنا الدارك سبوتس اللي عندي هتلاقوها باينة، وفي نفس الوقت المفروض ان هو يبقى يعني انت لايت كفرج، المفروض ان انت تبقى بلندد مع السكن قوي يعني، او مش باين، بس اي حد يبص لي من قريب باين ان انا حاطه فاونديشن كده. حلوين، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. الفاونديشن زي ما قلت لكم، لو احنا يعني هنعمل السلسله دي وهنقيم الفاونديشن مثلا من 1 لـ10، فانا هدي الفاونديشن 6/10، وابقى كده كرماه يعني بصراحه، لان هو مش حاسه ان هو يعني واو، هو حلو ماشي شغال، اللي هو لو جبتيه خلاص هتستخدم بشع، بس في نفس الوقت مش واو، مش حلو، مش الحاجه اللي هي تبقي انت حطاها وباين انك مش حاطه حاجه. مش بس انا بحب دايما ان انا ابقى حاطه حاجه مش باين وبس مخليه شكل الوش احلى، فده مش النوع ده خالص. كل الحاجات اللي انا حطيتها على وشي، برونزر، بلاشر، مش عارفه ايه، الحاجات دي كلها هتلاقوها في الديسكريبشن بوكس، كاتباها بالترتيب وبدرجات الحاجه. فلو انتوا حابين تعرفوا انا عملت اللوك ده ازاي، تقدروا تعرفوا من الديسكريبشن بوكس، بس ما زودتهاش عشان الفيديو ما يبقاش طويل زياده، هو اوريدي اصلا بقى طويل يعني. حاجه اخيره، لو انتي مبتدئه في الميك اب بلاش الفاونديشن ده يعني، بلاش تبداي بحاجه كده، شوفي حاجه تانية تكون احلى، تبقي حاجه مش محتاجه ان انتي تعملي لها مجهود عشان تظهريها حلوه، هي بتندمج بسهوله سواء ببرش او بسبونج او بايديكي،
حاجه تكون اسهل واحلى وبلندد اكتر مع السكن ومش بتبان كيكي بعد فتره وبتقعد فتره اطول. زي ما قلت لكم هو مش فاونديشن مناسبات، فبرضه بلاش تجيبيه لو انت عندك مناسبه وعايزه ده هو اللي يبقى الفاونديشن بتاعي. كل الحاجات اللي انا لاحظتها في الفاونديشن، لو انتوا برضه عندكم اي سؤال ممكن تسالوني تحت في الكومنتس، انا برد على كل الكومنتس او تبعتولي على الانستجرام. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، كنتوا استفدتوا واستمتعتوا بيه، واشوفكم فيديوهات تانية ان شاء الله. باي باي.